السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هقول لكم على الحبوب السحريه لتبتيت الكرش وتبتيت البطن وحرتون الكرش وحرتون البطن. قبل اي حاجه سمحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الكره توصل لكم كل فيديوهات جديده كل بنات بتاع الفيديو. كل الناس بنسبة 80 أو 90% وخصوصا البنات والسيدات دايما ما بيقدروش أو بيكسلوا أو كمان ما بيبقاش عندهم القدرة على إن هم يلتسموا على نسام خدسائي أو نسام طايد تحت شرف الطبيب أو تحت شرف المدرب الشخصي، بهدف إن هم يعني ينقصوا من وصنهم أو كمان يحرقوا ويفتتوا دهون البطن والكرش. لان طبعا يعني النظام الغذائي بيكون ممل شويه علشان بيحكم عليكم تاكلوا حاجات معينه وتمنعوا حاجات معينه، فدايما كل الناس بنسبه 80 او 90% زي ما قلت لكم، وبالاخص كل البنات وكل السيدات بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبحثوا عن ابسط واسهل يعني الحبوب السحريه زي ما بيقولوا على انها تساعد مثلا بجانب الوصفات او النظام الغذائي اللي هم ماشيين عليه عشان خاطر يوصلوا للهدف بتاعهم وهو حرق دهون البطن وتبديد وحرق دهون الكرش. وبرده انا عايز اقول لكم ان انتوا ينفع تمشوا على الحبوب اللي انا هقول لكم عليها ان شاء الله في فيديو النهارده لوحدها، وممكن برده تمشوا على النظام الغذائي لوحده، بس يعني انا كمدرب او انا كمحمود بنصحكم ان انتوا تمشوا او تلتسموا على الاثنين دول مع بعض، يعني النظام الغذائي والحبوب اللي انا هقول لكم عليها ان شاء الله. كمان برضه بنفس الوقت هقول لكم ازاي تقدروا تستخدموا الحبوب دي في يومكم. حلو قوي، لان الاثنين بيكملوا بعض، يعني النظام الغذائي والحبوب الاثنين بيكملوا بعض. وبرضه لو عرفتوا انكم تعملوا تمارين كارديو زي مثلا الكاري او نط الحبل او ركوب العجل او طلوع بنسول السلالم مفيش اي مشكله، ولكن لو حبيتوا انكم تلعبوا يفضل يكون على الريق يعني قبل الفطار بنص ساعه او بساعه الا ربع، ولو حبيتوا انكم تعملوا كل حاجه لوحدها مفيش اي مشكله. وعلى فكره انا بوعدكم وبتمنى لكم ان الحبوب اللي انا هقول لكم عليها ان شاء الله في فيديو النهارده هي اسمها حبوب الاورليستات. حبوب الاورليستات هي ما ساعدت كل البنات وكل السيدات وكل الرجال الكبار وكل الشباب اللي انا اعرفهم معرفه شخصيه على ان هم يحرقوا ويفتتوا دهون البطن والكرش في خلال 10 ايام وكمان في خلال 15 يوم، لان الموضوع بيختلف من جسم لاخر. بس حبوب الاورليستات معروفه على مستوى العالم انها بتجيب من الاخر، وانا برضو انصحكم ان انتوا تستخدموا او تاخدوا حبوب الاورليستات مرتين في اليوم، ممكن مره قبل وجبه الفطار بنص ساعه والمره الثانيه قبل وجبه الغداء بنص ساعه، وممكن برضو في طريقه ثانيه هيبقى مرتين برضو في اليوم، مره بعد الفطار مباشره ومره بعد العشاء مباشره. يعني في طريقتين، يا اما قبل الوجبات او بعد الوجبات، يعني بس نصيحه مني خلوها حبيتين قبل الوجبات احسن، يعني قبل الفطار بنص ساعه وقبل الغداء بنص ساعه، عشان خاطر يعني ايه الحبوب تبدا تاخد مفعولها، واول ما تاكلوا الوجبات بتاعتكم جسمكم يبدا يستفيد من الحاجات اللي هو محتاجها، والباقي يتحرق اول باول وينزل في الحمام على طول او كمان يتحرق في التمارين اللي انتم بتعملوها في يومكم. حلو قوي. وطبعا زي ما قلت لكم يعني يا ريت تسمعوا كلامي وتنفسوا بالحرف الواحد، وانا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتوا في خلال 10 ايام او 15 يوم هتبتدوا تلاقوا تغيير ملحوظ بنسبه 180 درجه في منطقه البطن او في منطقه الكرش. وبرده بقولها لكم تاني، الحبوب اسمها الاورليستات او اورليستات، وهتلاقوني حاطط الصوره جنبي دلوقتي. حبوب الاورليستات موجوده في اي صيدليه في العالم، في اي صيدليه موجوده في البلد اللي انتوا فيها. حلو قوي، فيا ريت تسمعوا كلامي، ولو وقتكم مش مسموح ان انتوا تاخدوا حبيتين قبل اي وجبه ممكن تخلوها حبيتين بعد اي وجبه بنص ساعه، مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتوا. ويا ريت تحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تمشوا على نظام غذائي او نظام طايد تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي، بالاضافه كمان الى انكم تعملوا تمارين كارديو لو عرفتوا بهدف ان انتوا تعلوا من معدل حرق الجسم، وبالتالي توصلوا للهدف بتاعكم في وقت قصير جدا. حلو قوي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي على صبركم ودعمكم ليا.
وبكده احنا خلصنا حلقه سمحنا بتاعتون. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارفع على الكومنت تحت، وان شاء الله اكوب عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله اكوب عليكم بقرب وقت. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الكره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تفرجوا على كل فيديوهات الفاتيك عشان تفيدوا. من السلام عليكم.